الوفاة تاع الوردة يعني صدمة كبيرة. On a perdu une grande dame, فنانة كبيرة. حنينة بزاف نحبوها عنا تاع البلاد. فريمون انا بكيت كي سمعتها بلي ماتت. الوردة الجزائرية حية في كل في قلب كل مستمع. الوردة سي اون ستار. كي نشوفوا الوردة نشوفوا لا ناسيون سي اون باتريوت. ربي يرحمها ان شاء الله و جو بونس با كاين وحدة اخرى تعوض وردة. تعد وردة الجزائرية أحد أبرز أعلام الغناء العربي وبالأخص عقب قدومها إلى القاهرة في العام 1960 بدعوة من المخرج والمنتج حلمي رفلة، والذي قدم الراحلة في أول بطولة سينمائية لها في فيلم ألماز وعبد الحامولي، لتنطلق وردة عقب ذلك في مسيرتها الفنية الحافلة وتقدم أكثر من 300 أغنية توصف حتى يومنا هذا على أنها من روائع الفن العربي والطرب والغناء العربي. ولدت وردة الجزائرية في العاصمة الفرنسية باريس لأب جزائري وأم لبنانية، في حين برز نجم وردة الجزائرية بشكل واضح في العام 1979 عند تقديمها لأغنية بعنوان أوقاتي بتحلو من ألحان الموسيقار العربي الراحل سيد مكاوي، حيث كان مكاوي قد لحن هذه الأغنية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، إلا أن الموت غيب أم كلثوم في العام 1975 لتترك الأغنية في أدراج سيد مكاوي حتى غنتها وردة الجزائرية في العام 1979. وتذكر بعض كتب التاريخ أن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر كان قد طلب إلى الملحن الراحل محمد عبد الوهاب ملحن أغنية وطني الأكبر إضافة مقطع لوردة الجزائرية في أوبرا وطني الأكبر، والذي كان يجسد مشروع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القومية التحرري. وطني الثورة على استعمارهم إن لا جزيرة النار دمرهم. وطني الثورة على استعمارهم إن لا جزيرة النار. تزوجت وردة من الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي في أعقاب انتصار الثورة الجزائرية، ولكنها انفصلت عنه في وقت لاحق، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار التعاون الفني بينهما ليقدم حمدي لوردة أجمل الألحان التي لا تزال تعيش في الوجدان العربي حتى يومنا هذا. رحلت وردة وتركت لنا رصيدا من الأغاني الرائعة والتي تعبر عن الفن العربي الأصيل، حيث حفرت تلك الأغاني في الذاكرة العربية على أنها من أجمل الأغاني أو من أجمل أغاني الطرب العربي الأصيل. وداعا أميرة الغناء العربي، وداعا وردة الجزائرية.